وسلم على قصوى جرني كتابك على الأصول الثلاثة درسنا ودرسك النشانات إن شاء الله درسنا حقا هبله وحيا هال مع اللي نعرف كفضيد على شرحها هي راضة ما بارك الله فيكم إن شاء الله وبلغها وإن شاء الله وفضيدنا الشيخ وحي يعني معنى كتر لي آن صدح دي أصول الشيخ ينور الشيخي صدح دي أصول يقفك قبل يلقوا ديني من ربك وما دينك ومن نبيك يا عبد الله يقول دري شنعي الشيخ وحي والرب أقاسين بس كقادم إن شاء الله والرب ربي هو المعبود هو يسوى المعبود وكل عابده هذا مطيس طيب يا الله والدليل واحد من قوله تعالى هذا الكل الله يا أيها الناس ضدوا اعبدوا عابد ربكم ربي جن عابد الذي الله سو خلقكم إذا أبورتن والذين كونا أبورتن من قبلكم إذا جهرين لعلكم تتقون سيا إله وعب سلطان سيا وعب سلطان أما لكي تتقون سيا لكي تتقوا سيا الله وعب سلطان أي الله سبحانه وتعالى إذي وحويان إذي أمريان إذ كذلك عبده الذي الله سبحانه وتعالى يا لي لكم إذيك الأرض أرض فراشا إذي يا لي قول إذي يا لي والسماء سمدنا بناء باسم الله سو سمدنا وهي بناء باسم يدي يلي عمد وصاحبك يلي باسم وانزل سودتي من السماء السماء حق اذا كسودتي ماء بيه كسودتي فاخرج سو صار به بيها سوته كسو صار من الثمرات مره كسو صار رزقا لكم حال اي مرها سيجين رزقا رزق لكم اذا كيدي سناد فلا تجعلوا هويا لله الله اندادا عد الله السماء انسان الهي والهي اعظم الدقى انسان الهي هويا وانتم تعلمون والحال انتم تعلمون ذكر وحي ارنك او قرن ايه انا الهي وح ندي وح ودق ما نشرن سيدا هي قال ابن كثير الشيخ الله ابن كثير وحي رحمه الله إلى يوم حديثه تعالى على أساس الرأي الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الخالق كأبورت لهذه الأشياء أشياء على رسول الشيخي الله أبورت هو يسوى المستحق وكمتيست للعبادة عبادة هذا الشيخ وحي يقول لما يا ربي هو المعبود ربي وكل عابدوه ربي بمعنى معبود إله بمعنى معبود وكل عابدوه مرقصي ذا يا آيات الدرشنة يا روح قتل ماما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سيدا الله ذي أبورتي والله كلام ذي أبورن وأن تشرين وأبور كبورقار نقضي بعبادنا الله لقريه حلق دحين يا كوي كاسيلا اعتقاد الانسان الى هي انه لغاري يا ابو كاسيلا سن من انا اعتقاد الانسان انه عباده سن لغاري اي كلي من عبده الله صار الله دي يا فراش يا جوجل سما انا اسم دي يا لي سما حق انا كسو دجيه بيو بيها سوت انا كسو سارا مرو ادي كسو سارا يا رزق خاصوت ايت الله قادر ان سوت لا سو بيو سو ايوه النبات كي يجيدها سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا الله هو يرنا وحا إله إلا من دقاء سان الله سمع إسان وإله إلا من صين إسان أنداد وجمع ندين ندين وحليا المثيل والشبيه والنظير بغي وقعد وعد شبهها عدو لغانت إله إنت عد شبهها عدو لغانت أتوني بتشر يتكوا كرنا يا بالي وأنتم تعلمون marka ayatan iyo ayata oo horeysa ilaahay abuuray tawxiidka la amray yaa yuhannas ubudu rabbakum tadaw caabuda la rabbigeen alladheena khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum tattaqun
توحيدك أمرك أهرية قرآنك وتوحيد وحكى الله النهيك أهرية الأدية تدك وحي فلا تجعلوا لله أندادا والشرك يعني عيدة هوية لنا الله مدك يسعر شيخ وحي والرب ربي هو حي المعبود وكل عبدوي والدليل وحده اللي قوله تعالى هذا الكوال له يا أيها الناس تضوا اعبدوا عبده يا أيها الناس اعبدوا تضوا وحي عبدوا ربكم ربك عبد الذي الله سخلقكم إذا أمرته والذين أكوين أمرته من قبلكم إذا كيدي وري لعلكم تتقون ساعة وعب سلطان وإله وبغضاء الذي الله سخلق يا لكم إذا كان الأرض أرضا فراشا إذا يا لقبل مفروشة لقبل إذا كيان والسماء السماء بناء اسم إذا يا لي أما أي ذا بناء مد صاحبة باسم الله سبحانه وأنزل سودة شيء من السماء السماء حق إذا نك سودة شيء ما أن بيك سودة شيء فأخرج صوص على بيه بيها سوت وخصوص على من الثمرات مد وحي حق وذا وحي خصوص على مد حاصل رزق لكم حال أي رزق ديه لكم بذلك فلا تجعلوا هوية إن لله إله أندادا وحي إله لما دي يسان لنا مصير نسان وأنتم والحال أنتم إذا تعلمون أقرى نسان إله عدو لك أنت عيني شرين قال ابن كثير ابن كثير وحي رحمه الله تعالى الله من حديث الخالق الله أبورتي لهذه الأشياء كأبورتي أشياء هو وحي المستحق وكمتيس العبادة العبادة وأنواع العبادة النوعية العبادة التي عبادتها سوى أمر الله إلهي أمر بها يدا مثل سيد الله الإسلام الإسلام ويو الإيمان إيمان ويو الإحسان إحسان ويو منه وحكم ذا عبادة النوعية وحكم ذا الدعاء والدعاء يبريد إله إلى بريد والخوف بقيت الله بقوا الله يا كم ذا والرجاء رجاء الله رجاء إله إن حديث سكم ذا نوعية العبادة والتوكل إله إلا ثلاث صارت أموره سقف وبن دكتو إله بكم ذا والرغبة تعيل الله تعالى يا كم ذا والرهبة بقدين أي ويلزو وينان إلهي وحي بقدين إن كبقى يسوق وينان والرهبة عبسين والرهبة عبسي والله كبقى أيوه إذا أي ويلزو على ياها الخوف مع التعظيم على ياها الرهبة وعبسي أي ويلزو وينان والخشوع خشوع والله خشوع يسد الليل والخشية بقدين والله كبقى أيوه والإنابة نقشو إلهي ونقون أيوه والاستعانة كان ويديسشو إلهي وكان ويديسن أيوه والاستعادة من قليو إلهي من قليو ويديسن أيوه من نوعية بعد والاستغاثة قرقار طلب كم إلى إلهي لقرقار طلبه ولا قرقار ويديسته والذبح قورع وحلو قورع يا نوعية عبادة كم إلى والنذر إلا النذر إلهي وغير ذلك ينتهى بحانه من العبادة عبادة عبادة كم إلى الله عبادة وصامر الله إلهي أمره بها أيضا كلها لمانت لله إلهي والدليل وحوت الله قوله تعالى هذا القول أيوة أن المساجد مساجد يقوها لقد تكذب لله الله بيصون هذا فلا تدعوها برينا أما عابدنا مع الله إلى يترك في ساحة العنة فمن صرف كيل ليحيى منها نعيد عبادة حق إذا شيئا شيء لغير الله عدا إلى إلهي أهي عدي كل حساء فهو مشرك ومشرك إلهي وشرك سمي كافر قال والدليل وحوت الله قوله تعالى هذا القول الله ومن يدعو كوك الصبر يا مع الله إله إلى تركي سإله إله يا معبود آخرك لا لا برهان له لا برهان سوى وحب جاه له سلعة رسولين لا برهان له سلعة وح وحب جاه رسولين به سلعة فإنما إن كلام حساب وحساب جزء عند ربه ربي غازي سيهات إنه شان لا أحيه لا يفلح الكافرون قال وحي من الإيمانية أنا أطلع يا شيخو نوعية عبادة أنا كم تعي نوعية عبادة فراب بدن أو تريه مثل السنة وأوكي ندونا يدي دليل كده به وحي وحنا ودليلة هذا الكو الله يري وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رقم يدل بوارك دونا نوعية عبادة آخرنا يدي دليل كده إن شاء الله تعالى وعاقم إذا هذا الكوى الله وأن المساجد لله مساجد يبيوت إلهي يقريا إلهي اللي قلت قدر الله الله برسونا ده فلا تدعوها برينا مع الله إلى تركيسة حانا عنا عنا إلهي إلى تركيسة حبرينا عنا لعبدنا مساجد يهو بيوت الله يقول لك قريا إلهي أما وأن المساجد أرلغ أردن نوى مساجدها نبي صلى الله عليه وسلم قلت لما وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أرلا ذا وحلقية لما يلقوا تكذا يمال لغو طهارقات يوح لغو طهارقات
marka meel kasta maadaama salaaddu ku ansaxayso la yahay arlado dhan baa looga jeedaa masaajid hataa arlada ilaahay baa leh keligi ku caabud oo cid kale ha caabudin sheekhu wuxuu yidhi faman sarafa cidii leexisa minha noocyada cibaadada xaalay ka mid ahaatay shayan shay lagayr ilaahay ilaahay qeyrkii qof cidii u leexisa fahuwa mushrikun waa mushrik ilaahay uu shirki sameeyey kaafirun gaal ah wey cibaadada ilaahay la gaar yahay oo ilaahay mutayseeyo cid kala siiyey والدليل قوله تعالى وحنا نود الله هذا الكل الله ومن يدعو مع الله ومن يدعو مع الله كوك السؤال له عابد الله تركيس إلها آخر معبود كلا لا عابد أو حتى وحي أي عابد ينبع لغوت لما يأله لغوت المام بحي عابد ين فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أي الله حكم ترى عليه هذا يا له لو قلت المام يحيى عبد الله شكو باطل ابا يا له لو قلت المام اله اخر بل معبودك لو سميت كي عبده لا برهان له به سلام وحو جاء وسغني اهي معناه ما ها كي عبده اله غير كي وخا لا ليهي هدي اي وسغنت هي حجه iyo burhaan haday ugu sugan tahay waa caadi cibaadada uu caabada hadaan ay ugu sugnayn cidda uu caabada xujo iyo burhaanna caadi ma aha saa laga tilmaamayo sifatu kaashifa la sifada oo laga fahmayo in la aaliha kale oo ay gartahay in la caabada inay jiraan ma aha laga fahmayo ee ilaahay baa kaliya la caabada ay tuugo ilaahay baahidiisa uu soo dhuligo waxa ilaahay ugu tadarruco waa cibaado wey adducaa huwa alcibaada wa nabi soo soo عبادتنا بريادنا إلهي ما يعدك الله مسيح هم هو عبادتي عبادة إلهي بس كله قال تعالى الله وحيد والدليل وحد الله قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وحيد ربكم ربكين ادعوني بريا أستجب لكم وادي أقبل يعني هي دم دي سوح كله إن الذين كوي أي الله يستكبرون أسكبرية عن عبادتي عبادتي بريادة أسكبرية سيدخلون واحد قال دونا جهنم النار جهنم قال دونا نعوذ بالله من ذلك داخلين حال أي دليسين يقول دليسين كوي عبادة ذي بريدة ذي سكن كبرية أي نار جهنم قال يوم بالله غاية واحد لقى قادنا إياها إن عبادة إن يروح يدعى عبادة هاي عبادة أنا إله بس كلا عد كنا لما بري كرو عد كنا أنا أحلم السين كرو بريدة عد كنا لما بري يوم مخلوقنا مرنا واحد نقطة ميت سحة مرنا واحد نقطة ميت واحد ويان شرك أي نقطة صدع شرديها الدين لجهره بريدة إله إلا بريدة وبنانت صدح شرديها دين اللي جوا يلا وحنا قاصا شركة كوام حي قف كلا بريا يا ابن النور يا هاي أن يكون حيا حاضرا قاطرا إن النور يا هاي قف كلا ودي سنة فشرط إن كل شيء أما حكم حاضر لا يا هاي هدام كل شيء بنا هلا الله حرير كلام عاد وحي وحي كتر يا رتاي وين يا ما الله اللي كرتا أما فرير ودر كرتا أما عيد فرير وفر كرتا حكم حاضر وين لي أما ويل وذا واحد ودي سنة شد حلا شد ما كلا جهلا بيت بنانت حتى سد حلا مت كم دلوقتي هو يشرك وين حتى أونين بنتا يو حبالك ترى أدبريس سواء أن كل شيء من أدبريس وحان وودن ودي سنة شرك بين غرس حابنا تنينا سوق قرابتين وأما سكرهرتين أترى هذا وريا تقول دبعت أي شيء أما عيل كا كان كعب أما هرك راشري وها من كل شيء وحاضر النار وحوى هذا مخلوق هذا لكن نبدأ نسوي كتير حوار شيء قبل أولاد السيد كور عفوا من السيد ما شرك حدود دنتي بقى أدوية مركو تشوفها هبا أودي ما بنانا اللي ودي سوي أودي نحن إسكت شوقة مال كلا ترى هذا مال ولا بقى وشوقة وكم أغلى يا هذا هالك شوقة ترى هذا والشيخ أولي ولا شقيا يا من هيك شوقة شوقة كم أغلى يا ما مين الله هذا شو ماي عند مية فرنو درس مايا ده هو قرا والشيخ قيب كيرا يوم بقى نحن بقى إسكت مشا الله ده مشا ديو مغرب بعيد شوقة ما أغلى يا ولا هي بقى علا كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بلا وحن مكان الله ما يعيد كلمه وقال سماد يا الله في مكان ملك بان يوغي نبي بان يوغي ما كفر بان تنبي نبي يوم رأيت ما هي
إلهي بقى قيب كلا قارة مركا عدي مقنا وحول أودي سوق وحول أودي سوين وين وين وحول أوده هيا عفوا الله وبحية أولاد الله وبحية دبعت إلى هبة قال مخلوق ما هو بحوا ذا وحي الدنيا تتعلق ويقول له ودي سنة أما وحي راهي وهذا كلي عنا له ودي سنة فكوا عبادة ويدعى إلى هنا وحي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إلى وحي نبي محمد وهاتيك أول جيران أطول مضي وحقتر هذا إلهي والدوية فإني قريب أن والدوها أجيب دعوة الداعي إذا دعان وحن أقبلها إلهي كإبريا يا بريديس فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يرشدون أنا قال هاي بريان بي إلهي أنا يوحي ويديساء أنا هم أمي كإلهي والبريا عبادة هو عبادة ولا قرية الدعاء مخ العبادة دعاء وروح عبادة مخ وحلا يا مسيح الله وحكر الله يا لفها روحها لكن ما صحيح حديث الشيخ يا الدعاء هو العبادة دعاء هو عبادة والدليل الوحيد اللي قوله تعالى هذا الكلام الله وقال وحي ربكم ربكم وحي يري ادعوني بريا استجب لكم استجب واقبل يا لكم بدك هاي بردان وبلنقا يا ربي قاونا بردان كما هو صفر المخلوق وين بريا إن الذين يستكبرون وحي يستكبرون عن عبادتي عبادتي يا بريا سيدخلون وحي يقول دون بالله جهنم ناس جهنم داخلين يقولوا ليسن وكمر كمر كدبات الله كلانتو حق المخلوق وين هو عارضين حق إله وين هو كذا حق إله هو عارضة الباب كإله وين هو قراعة ودليل الخوف دليل الخوف دليل بقد انت الله لا يبقى قوله تعالى وهذا الكو الله فلا تخافوهم هبقنا وقال الله كبقنا وخافوني أني يبقى إن كنت مزدتي مؤمنين قال إلهي الرمين أيهدتين أني أمي يبقى بالله كبقنا قال كا إلهي بقدين تنا علماء واحد قيم يصدح خوف لا يا خوف الطبيعي يا خوف لا يا خوف السر خوف إلهي لا بقى عيب يا خوف لا يا خوف الطبيعي بقدين تلا مبدي تنا خوف من نجح نقض الله مرتبط خوف طبيعي يا خوف كأمورا من بحالها كبقول من بحها كبقول حتى الرسول شبه إلهي نشى قيل بقي نبي موسى مركو نكيد لي الله وحي فخرج منها خائفا يترقب وقال له وكم حي سقى بقي وحي دبي سنه جاي هذا النبي له خوف طبيعته نبي ابراهيم مركو يماتين ملائكتي انو غرانين مرتدها الله وحي تنمي وحي فاوجس منهم خيفه نفسي سو وحي قطرمي وحي بقدن با بقي با كبقي وحي سلم علو كسو هيدو دوني كو دلم ده خوف طبيعي قفون عدو كبقو بهلها كبقو وخوف طبيعي وقفك أبورا كارلون ما يقف وكتب بابية نجح وين النقطة اللي بحانا فضل كارلون ما لكن ما ينام كاس حارانا وينام كوك اللي فيهم صنايع شيء واجب هذا حلال هذا من الكتب من السير هذا خوف السر قام خوف السر بتشل خوف خوف إلهي بلا سير الله بقى خوف المحبة وي إلهي بلا بقى يدو لتشعليه خوف السر يوم حي عتباد يلا وحسوا وترن آيات كبقيسا خوف سري وحلا نكهب الوبلاي ولا ما تعطابتو على مزنتي إن أولياء الشياطين يحرش غيا خوف سري بالا من وراء الأسباب وحسوا بيدا ترن آيات كبقيسا هلا ما أقوله أشرك هلا ما أقوله كائن كبق أبي يلك هلا شو هران ما هو دوين خوف سري بالا ما نبنا wax sabab ayaan jiraan jirin qofkiin laga iska boqolayo waxu sameyn kara ama wax weeyo waa ku dhibaateen kara kala ma baqay rabbiga kaliya laga baqaa falaata oo kala sheegay falaata qaafuun allah wixii gaalada ka baqina waa qaafuun iga baqaaniga in kuntu madatin mu'minin mu'minin wa dalilur rajaa'i dalil ka dalil rajada ilaahay la rajaynaa hadisii soo laqoon tareeyo iyadoo ilaahay laga baqaayo waxa lama iman lana rajaynaayo lama rabo qofku inuu qoosto bas qalbigiisa uu ka buuxiyo un cabsida asagoo ka tagaayo wax weyn rajad lama rabo qofku inuu iska rajeeyo asagoo ka tagay ilaahay cabsidiisa ilaahay waa qafuur raxiib waa shadiil uqaab hala raba qalbiga labada ay lagu kulmiyo ilaahayna naxariistiisa la rajeeyo cibaadada iyo daacada la yimaado ilaahayna waxa laga boqo naartiisa iyo ilaahay laga cabsado maxaarintiisa iyo waxyaabaha xaalada laga dheeraado labadaas la rabo in la kulmiyo marka kanaa dalila
ودليل الرجاء الرجاء إله النحريس سل الرجين وحول دل قوله تعالى هذا الكل الله فمن كان كوك الصوا هذا يرجو من الرجين أيه لقاء ربه ربه لكل كيس مثك الصوا الرجين أيه فليعمل هذا سمي بالله يعمل الصالح عمل ولا سنا سمي قف قصوا إله لكل كيس الرجين ولا يشرك يعني لو ياتين بعبادة ربه عبادة ربك أحد عندنا واحد شرد سقى واحد يتمني تمني قوام حي قف قوين وقطع قطع عادي عبادة إلهي إلهي أنا حديثي سذكر شيء قال ما قال إلهي نوحي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ما ها سيدا إذك أيها أهل الكتاب أي ديلنا إسان ما ها يا قف كي حمان سمي ولا قابل مرة لكن قف كان رجلا وحلا رسوا إلى رس من الضعاف من إلهنا عليه سين الرجيء كان بقى إلهي عذاب كيس كبقى لكن إن سوا إلى هذا بكت جي ويرى إلهي وقف الرحيم كنت رسوا إلهي وشهد عقابته هذا قصدك إلهي دع عزي سيع بعدي سمع هذا قصدك هذا كأول وجود قلت قف الرحيم سلو يهشهد العقاب نوي هاي تسأل ربك فمن كان فوق السوء هذا يرتو من رجين لقاء ربه ربك إلى كل كيسة أيها الله يفعل يعملها سمي عملا عمل صالحا ونكسر ولا يشرك أن الله ذاتين بعبادة ربه عبادة ربك أحدا عندنا وكاعدة حلقة أن يرتد إلى الحديث سيسا للرجين أيها إله إلا قوة الرئيب إلى الحديث سيسا ودليل التوكل توكلك إله إلا ثلاثة سعر توقف أمره يصرقن إله وبن دكتو أي توكل الله سوى صوتنا الله إيمان عليك توكل لما يا هاي صوتنا لا تبتو لا يا إلهي ولا ترى أنا صوتنا الله ما مال لا جورسون مال هاي أختار لا تيجي مال هاي ها صوت أوي صوت سجد ولا لا يا مال يا إلهي أنا لا ترى أنا صوتنا الله ما مال شرعي جوا فصناي نبيك عليه الصلاة والسلام بني نويم رسول رسولك الله أو كايجا أما تلود دايدا طبعا كم حان كحر يا مسكسي دايا كفرة وإلهي ما ترى ساعة نبي صلى الله عليه وسلم قال سيدا يطلب كفرة وحي اعقلها ثم توكل على الله أورك هذا دبر إلهي نتغزل وصوبتي صوبتي إنه بحلك على يوم كيف وجاد وكو إلى اللي يسويه لكن دبر كني إسكي وحمايو إلهي ترى صار مركا صوبتي ولا لا إيمان أيو أيا إلهي نلا ترى صار أنا يا مركا ترى صارت كله لا ترى صار أنا يا شيخ اللي هو شيء مجوز وحي قف إلهي رجلي سكت يقف إلهي ترى صار شيء سكت وكذا جاي قف أنجور سنة أنا يا مركا أي عدي أي سقارة هذا هاي أما أي إسكو تيران كهاي أنا كعيوب على طبيعة أنا حن رجلين المايدش هذا مو جورس أما بقف بير بير تي تبي تنا دون أيام مركا بير تي وصل بحضرتك كي بيرها بير تي أيو دون يا بير وقص هذا بير أنا بير قف إلهي رجلين أي سكان عبادي سنة إلهي ترى وحي ترى إلهي وحي أن ترى سارمين سأذكره جي قال إلهي نقف كتلة صارتو رجيه ينحدث سوء عبادية سنية سببتي قالنا يا سببتي رزق أبوه ينور أنه وصبب رزق إلهي وقرأي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقوها إلهي بسكولة تبير نفك السرسك حتى نصوح أبوه ينور أبنا حتى نطبق إمركة محل عبادة سنية وقرأي يا إتشنادنا إلهي قوى عدو أبوري نعطان عيد ماشي إلهي أبوري تنية حي قدرك محل دليشن سيدا أدري شن يصير رزق محل كيف رسوله سماه قصر عيه أسود سواح لور جاي سيد عسير لما يدل الله كاره سواه تي أن كوجل له يشنو نار نار كيف يدل له هلا ما هو خلقنا سواه دكتور تجمع كحمل سيد هذا خلاص خلاص هو تبتا سواه ما هاي نت تقول له يا عفما فوسي ها يا عمل كي أشنو كوجل له إن الله كاره سيد أقول تقبل أنا قدر كيس يندريش لكن هو مش كنا دليل عشان عسير لما تعال ما سواه سواه تي أشنو كوجل ما له يجيبه تكلم لك تدوي عينك أقول الله وحي له ودليل التوكل ثلاثه ارك الله لا ثلاثه ارك دليل كيس امره الله لو بنقته الله وحي له على الله فتوكلوا وتنعيتي وعلى الله الله وكليا فتوكلوا ثلاثه ارك بالله ان كنتم ذاتين مؤمنين قال مؤمنين ذاتين نبي ديك تا الله كليا ثلاثه ارك ثلاثه ارك وان الله امره سوف بنقته صوت سليمان غورسد الله لا تسيه ثلاثه عمل وانا سليمان الله جنة كسو أهي دكتور كتب إلى هنا عفوا دولة كسيه دولة إيش كده ما يس إلى هنا ثلاث ساعات ثلاث ساعات شيء لا يتكتك
الله نوحي النبي عليه الصلاة والسلام وحي عفوا حديث إنكم تتوكلون على الله لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حتى يا هيو ترى سار الله أنت ترى سار في حقه ولي إلهي متجسي إلهي بدي أرتاق لا سن شمبره وارتاقه سبحان ذي كله هذا يدو بقول الله أنا قاتوريس قاتنا حسون قاتا يدو عكر أو لركسن إلهي بقودي ساس إلهي دي أرتاق يا هذا إلهي ترى سارتا ودليل الرغبة دليل كود دليل تعالك والرهبة بقدين تلقى بقيو يدو وحي إلهي لقى بقيو يدو وينين وهلسو والخشوع إلهي يدو الله خشوع إلهي سود الله ينيو قوله تعالى وهذا كوال الله إنهم يقوا أهلك ترون يا أنبياء يرسوش إنهم يقوا بأن الله كانوا وحي هنجري أنبياء يرسوش يصارعون قارو ديري بأن الله في الخيرات خيرات يمناك يبديري يجري ويدعوننا وان نبري جيران بو الله انغا نبري جيران فسوش رغبا حال اين جعل يهن ورهبا يا حال اين نغا بقيا بقدر اي وين وين وهليسو اي نغا عبسنيا اي نبري جيران بو الله وكانوا وحي هان جيران لنا انغا خاشعين قار نو خشوع اسو كاي دليه هان جيران حتى ورسوش يا انبياء الله يسلاك وقت الباب ها عمر سعيد كلا واي بقى الهي بس كلا ilaahay kama tahay raqbada la jeclaanayo ilaahay iyo raqbada iyo raahbada ilaahay laga baqayo la weyneeyo iyo ilaahay loo qashuuco la isu duleeyo la isu beenbeeyo cibaada ayaa kama tahay annoo ilaahay la gaariyay cibaada uu la gaariyay wadaliilul raqbati dalilka uu dalil raqbada iyo jacaylka war raahbati iyo baqdinta ay weyneentu weeliso wal qashuuc iyo isu duleynta qawluhu ta'ala wa hadalku allahi oo noocyada cibaadada kamid yihiin innahum yaqba allahi rusushii nabiyadii كانوا وحي هانجرين يصارعون قارو دهر يا في الخيرات وناجد يا خير كيو دهرين جرين ويدعوننا وانا نبري جرين بالله رغبا يا ورجينايا رغبا ايغا وحي نغا وحا ويان نجعل ونرجينايا ورهبا ايغا نغا بقايا بقدر اي وين وينين وهلسو وكانوا وحي هانجرين لنا انغا خاشعين قارو وحا ويان نو خشوعو اسو كايو دليي اي هانجرين ودليل الخشيه دليل كو دليل الخشيه iyo baqdinta qawluhu ta'ala hadalku allah yiri weeye fala taqshawhum ka baqina gaalada waqshawni aniga baqa marka intii khawfka loo dhigayba yadan loo dhigayo way wa dalilul inabati dalilka uu dalil noqoshada in cibaadada ilaahay loo soo noqdo ilaahay loo toobad keeno noocyada cibaadada kamida qawluhu ta'ala wa hadalku allah yiri wa anibu ulaabta ila rabbikum haqa rabbikum ulaabta allah oo ilaahay soo noqdo wa aslimu u hoggaansama lahu allah kaliya u hoggaansama marka waxa kamid tahay inaabadu iyo noqoshadu waxa kamid tahay noocyada cibaadada ilaahay la gaariyay adoonkiisa markuu gafo ilaahay albaab uu furay ah inuu soo noqdo adoonkii oo toobad keeno ilaahay inuu ka dhaafo marka lagu leeyo wa anibu ulaabta ila rabbikum rabbigin xaqiisa ulaabta oo ilaahay u soo noqdo wa aslimu u hoggaansama islaama uno hoggaansamo ilaahay uu hoggaansamo wixii uu amray la kaalay wixii diidiida ka taga hoggaansan la kaalay lahu alle wa dalilul isti'anati dalilka uu dalil kaalmaysiga qawluhu ta'ala in ilaahay la kaalmayso qawluhu ta'ala wa hadalku allah yiri markuu allah inuu faatixa salaad kasta inuu akhrino iyyaka na'budu adoonku wuxuu leeyahay iyyaka adigoo kaliya ilaahay ayaa na'budu ku caabudayna wa iyyaka adigoo kaliya ilaahay nasta'iinu aan ku kaalmo weydiisanayna salaad kasta 17 jeer maalintii faral akhrida la tahay salaadood ku tukanna ku soo celinna shan salaadood 17 raacdood marka safaataxda qiyas dad sunniyashna wadeen alla la iyyaka na'budu hayata way dhicnaado ilaahay qeyrkii bariye iyyaka na'budu baa ku fariyse iyyaka ilaahay adigoo kale na'budu aan ku caabudana wa iyyaka nasta'in adigoo kale ilaahay ku kaalmo weydiisanayna marka cibaadadu iyo kaalmo weydiisadu waa cibaado ilaahay la gaariyay cid kale ma banaana in la kaalmo weydiiso cid kale kaalmo weydiisadu intii aynu soo sheegnay ee baryada saddexdii shardi baa sagana loo dhigayaa cid la kaalmo weydiisanayo saddexdii shardi hadii laga helo way banaanta haduu nool yahay haadir iyo kula joog wax la weydiisanayo awoodo way banaanta ama kaalmaysu haduu yahay cid dhimatay cid aan kula joogin ama cid aan awoodin wax weydiisanayso ma banaana shirki bay noqon وفي الحديث حديث يوحى قصونا نبي صلى الله عليه وسلم سلاف صحابة السبري وإذا استعنت فاستعن بالله نبي صلى الله عليه وسلم صحابي عبد الله بن عباس الأورنج رأي النبي صلى الله عليه وسلم ركوب كوفوشنا حق دمك فوشنا أي النبي صلى الله عليه وسلم كيري يا غلام إني أعلمك كلماتي
ويذ يري كلمة دعية كبرية بركة كلمة دي النبي صلى الله عليه وسلم شاهد إذا استعنت فاستعن بالله هذا العيد كلمة ويديسنا يسيد فاستعن بالله إلهي كلمة ويديس صلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابة دي بركة ما هو العيد كلمة ويديس الشيخ هذا ويديس ما هو لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله إذا استعنت هذا العيد كلمة ويديسنا يسيد فاستعن بالله إلهي كلمة ويديس بركة كلمة ويديس وعبادة إلهي لكارية أما هذه وحدة مخلوق أولي كرو لو يديسان كرو وعادي هدو نور يهي هدو حاضر يهي هدو وحوي يهي أولو لكن تلديدي وحوي عدت ما تطيق وعان كل شوقين وعان أولين وحد ويديسان يسي يهدو شرك بين غرس ودليل الاستعادة مغنقلك لما غنقل يعد دليلك ودليل إنه عبادات هاي إلهي كله لما غنقلوا أن كل لما غنقل أن أولي لما غنقل أن عدك لما غنقل إلهي كله لما غنقلوا يعني عبادة كم يتأي وحب دليله قوله تعالى هذا الكوال لهي قل واحد سلاء نبي محمد نبي محمد الله الله قل واحد سلاء أعوذ محمد أنقل يا برب الفلق ربك واقع كالد الله عيا واقع بريسي أيام واحد ويام أنقل يا سلاده نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله يري وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس قل واحد سلاء أعوذ محمد أنقل يا برب الناس ربك واحد ويتطفأ ربك أبورتي أيام أنقل يا سلاده وكان النبي صلى الله عليه وسلم الله بري وكان استعادة يمن قلك وعبادة إلى هلا قاري هم يي لا يسقى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كني كي لون شيء لبيد من أعصى يهودي أو سحر النبي عليه الصلاة والسلام لبدأ سورة معبودتين قبل سورة دقي قل أعوذ برب الناس يقول أعوذ برب الفلق سورة الناس هي سورة الفلق أنا قوية طبعا أيضا قوية طبعا قلت بونك على سحرك سحرك والنبي صلى الله عليه وسلم تميه سيا وحكم إذا أنتم هلا بسوبهم قنتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سامي سحرك نوع انه النبي صلى الله عليه وسلم اشياء دي سوق ما سمي سمي سما سمي وكان الله النبي صلى الله عليه وسلم جيت هوستي فالله ما لو يمات وكان سي وان كان مخا هلك وشكست وكان سامي دير مسحور ولا سحري ويا سحري لبيد من عصا وحقوق سحر سحرك و خو ريده عيلك هبل ليا الله ما بس كتغ النبي صلى الله عليه وسلم فهمت علي بن ابي طالب و يوره و يوره عيلك هبل تا كو دادا سو صار سحر سيرك ولا صوص هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوي قوي لبعض السرودين وكسور دكان أربعة آيات أخرية بقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كفر معي وكان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أخوك تلمع معي لبعض لما كان قالوا أودك ما لبعض مترى فقط دو آخر صوص واحد صدح شر قيل كهرة قيل كده من صدح شر آخر صوص سحر يلتون ما تعبته كان الله آخر صوص لقط داره إلهي ما نقلية لما نقل ينوشن قيا كان إن شاء الله هي أربعين واحد الذي نوعية عبادة نتمنى معي ترسل لك هيروك شو